تصبح على خير يا حبيبتي. وانت من اهله يا عادل. ايه ده؟ ايه صوت الناموسة دي؟ لا يا بيبي مفيش ناموس ولا حاجة. طيب يلا تصبح على خير. وانت من اهله. لا 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 انا هقوم اضربها بالشبشب بقى. هي انت يا عادل دي مش ناموسة ده انا. انت وبتزني ليه يا حبيبتي؟ عايزة تقرصيني ولا ايه؟ لا اصل انا عايزة اشتري حاجات للبيت. حاجات للبيت؟ البيت مش ناقصه اي حاجه. وبعدين انت لو عايزه تشتري اي حاجه استني اول الشهر يا ماما، مصروف البيت مش هيقضي. لا ما هي دي حاجات مهمه جدا للبيت، وبصراحه يعني مصروف البيت خلص. ايه خلص؟ انت بتستهبلي؟ النهارده 18 في الشهر، المصروف خلص في ايه؟ وعلى فكره بقى عادل انا ست مقتصده جدا جدا جدا. انت ست مختصره جدا جدا جدا. اه طبعا انت لو تقصد تقول ان انا ست مختصره اي انني اختصر في مصروف البيت فده شيء طبيعي، لانه الاختصار روح الحكمه وده شيء كامن جوايا. روح الحكمه يعني كمان بتقولي حكم؟ مش كفايه ان انت مخلصه مصروف البيت في نص الشهر؟ بس 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 وحياتك يعني كل حاجه مدونه في البلاك ليست بتاعت مصروف البيت. ده انت حطيت البيت في دماغك بقى. بقول لك ايه؟ اتفضل. انا ما بصرفش حاجه ملهاش لازمه في البيت، انا ما بصرفش حاجه خارج اطار حدود مصروف البيت. اطار حدود مصروف البيت؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده اول باند اهو يا ست في اللي انت كاتباه. 200 جنيه بصل؟ ليه يا هاني؟ 200 جنيه ليه؟ هي البصله تعمل لها كام دلوقتي؟ كيلو البصل يا استاذ ب 12 جنيه ونص، انا مش بنصب عليك. 12 جنيه ونص؟ ليه؟ بصل منزوع الدموع؟ لا لان الاسعار في ازدياد مستمر يا باشا، وانت قاعد في البيت ممدد رجليك كده ولا دريان بحاجه. ازدياد ايه وبتاع ايه؟ ايه؟ مالكوا؟ بتزعقوا ليه على المسا؟ يا ماما يا ماما يرضيكي كده يا ماما، مصروف الشهر من نص الشهر يخلص الهانم جايبه لي بصل ب 12 جنيه ونص؟ لا ومحتاجه اشتري بصل تاني. بصل ايه اللي ب 12 جنيه ونص؟ البصل اغلى من التفاح يعني يا ماما. ما انا قلت لك ايه يا عادل؟ سيب لي مصروف البيت وانا ادبر لك واوفر لك. توفري لي ايه يا ماما؟ انت ناسيه لما انت مسكتي مصروف البيت يوم 6 في الشهر كنا بنشحت مش عارفين نكمل الشهر. وهي الملاطيش اللي بتديها لي دي تكفي؟ دول سبع تبقى مفتوحه. بص يا ماما انا من النهارده بقى اللي همسك مصروف البيت، محدش ليه دعوه بفلوس خالص. لعلمكم بقى كل وزراء الماليه اللي موجودين في العالم رجاله، اي حاجه ليها علاقه بالمال رجاله، حتى الحراميه رجاله. يعني ايه؟ يعني مصروف البيت ده تخصص انا، انتوا اللي ليكوا ان انتوا تطلبوا اللي انتوا عايزينه، وانا بقى اوزنه واشوف اقدر اجيبه لكم ولا مش هقدر اجيبه لكم. يا استاذ عادل مصروف البيت ده والميزانيه مش بنود فقط، دي رؤيه عامه فنيه لمصروف البيت واحتياجاته. رؤيتي يا عم المفسر؟ رؤيتي هي دي شغلانه ولا كيمياء؟ دي مساله بسيطه جدا. لعلمك انا بدور 3000 تمثال في بازارات مصر كلها، مش هعرف يعني اتحكم في ست بقاء موجوده عندي هنا؟ بتخون امك يا عادل؟ بص يا ماما انا لا بخون ولا بلون، هو قرار اقتصادي انا خدته وبعد اذنكم التزموا بيه بقى. هنشوف. وادي دقنا ايه لو فلحت هتسوحنا. ايه الآلة دي يا دولة؟ انت بتذاكر حساب مسللات ولا ايه؟ حساب مسللات؟ اسمها يا ابني حساب مسلسلات. بعدين دي حسبة انا بعملها كده عشان ازود صلاحياتي في البيت. صلاحياتك ايه يا دولة؟ انت هتصلح ايه تاني في البيت يا عم؟ انت لسه مجبسين كوع الحوض ومرمطنا انا فيه. لا يا ابني مش تصليح يعني كده، لا انا يعني صلاحياتي بزودها، عايز اعمل كنترول بقى على الناس اللي في البيت. مصاريفهم زادت قوي 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 يا رمزي. وانت غشيم، والحاجه دي بقى دول انا شايفها من زمان وساكت بقى. انا غشيم؟ حاجه اللي انت شايفها انا؟ ايوه دول الحاجه دي بشوفها بعناية وبسكت. اخلص بعينيك اللي انت خايلني بيها دي، بتشوف ايه؟ بص يا دولة بقى، الحاجة بتبقى بجنيه ويقولوا لك عليها بجنيه وبريزة، وبريزة على بريزة بتبقى الحياة لذيذة. بتبقى الحياة لذيذة؟ انت أي كلام بتقوله خلاص؟ أنا خلاص فقت وصحيت، الوحش فاق وقام وخرج من الأمم يسقر ويزقر من خداع القطيع. القطيع؟ اه يبقى هم بقى مستقطعينك يا معلم. ولا رمزي دول، خد دي ورقة الطلبات دي، عايزك تروح تجيبها ماشي؟ ماشي. وعايزك تفاصل وتناحر، ولو وصلت انك انت تضرب اضرب يا رمزي، اضرب يا رمزي، اضرب يا رمزي. وما تقلقش خالص، علاجك كله هيبقى عندنا،
ما تقلقش يا رمزي، عايزك تضرب، المهم تجيب لي ارخص الاسعار. عايز اثبت لهم ان مع عادل سعيد الحياه اوفر والس الس الس. صح، ويبقى عادل بتاع زمان رجع في برطمان. بس يا دولا يعني التحدي ده هيفيدك بايه؟ ده مش تحدي، ده تعليل مسار يا رمزي. تحويل مسار ازاي يعني؟ بص يا رمزي، الستات دول انت واخد بالك، لو انت طول الوقت بتقعد تزعق لهم تزعق لهم تزعق لهم، بعد كده زهقك ده مش هيبقى له اي معنى. ايوه دول زي ما انت كل شويه بتقعد تزعق لي كده، صح؟ انت ستات. ها ايه رايكم بقى؟ ايه ده يا عادل، انت اشتركت في مشروع شباب الخريجين ولا ايه؟ لا يا لطيفة، دي طلبات الشهر كلها على الله بس تقضيكم. قصدك ايه بقى يعني يا عادل؟ انت عايزنا بقى ان احنا نربط الحزام؟ طب وليه تربط الحزام يا خالتي مرانيا؟ انت ممكن تشتري منطلون بحملات زي انت قولي بخليك تدخل، دي امور عائلية بتتكلم معانا ليه؟ انت جاي شيله بس، اقولك شيل حاجة تشيلها، شيل البتاع دي اهو، حطها هي دي وظيفتك، ارجع مكانك. ورينا بقى يا شملول يا فالح هتمشي البيت ازاي. لعلمك بقى همشي وهمشي كويس جدا، ومش هحرم حد من حاجة، اي حد عايز حاجة هياخدها وبزيادة كمان. يعني ايه؟ هترجعنا تاني للعصر البدائي؟ هنتعامل معاك بالمقايضة؟ ولا مقايضة ولا حاجة يا رانيا، يا رانيا طلباتكم موجودة اهي وتكفي الشهر كله، عايزين ايه تاني؟ شهر ايه يا ابو شهر؟ الا لو عملوا شهر 9 ايام. يا ابي دول 3 وجبات، غير سندوتشاتي وسندوتشات ياسمين بتاعت المدرسة. قولي له يا بنتي، ده باين عليه مش عايش. يعني قصدكوا ايه؟ ان الحاجات دي كلها ما تكفيش الشهر؟ لا طبعا مش هتكفي الشهر، لان الاصناف الكتيرة اللي على المائدة لازم تبقى متنوعة. اصناف كتيرة ليه على المائدة؟ هو صنف واحد بس، والترشي والسلطة يخدموا عليه. ترشي وسلطة ايه اللي هيخدموا على مين؟ انت هتربي ارانب؟ ودي فكرة مش وحشة برضو، احنا ممكن نستغل البلكونة نربي فيها حيوانات. يا دولة ممكن نجيب معزة ونحلبها، على فكرة بيبقى لبن المعيز حلو جدا على فكرة. انت بتتكلم ايه؟ لبن معيز ايه؟ لبن معيز ايه يا جدي انت؟ انت مالك؟ بتتكلمش خالص. بالنسبة بقى يا جماعة للمواصلات، انا بقترح ان انا بقترح يا جماعه ان الاشتراك بتاع مترو الانفاق يبقى معاكم كلكم، واللي يقدر يزوغ يزوغ من تحت المكنه، اتكل على الله يبقى 100 100. جري عادل، انا فيا صحه وطي من تحت المكنه؟ لا يا ماما، بالنسبه لك انت تعدي بالتذكره عادي، لكن ياسمين بقى ونجلاء ممكن هما اللي يتسرسبوا في وسط الزحمه. لا 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 لا، انا مش موافقه، this is not fair. انت لازم تعمل لنا بوكيت ماني. بوكيت ماني ايه يا حمادي؟ ده احنا بنقول عايزين نوفر، تقولي لي بوكيت ماني؟ يا شملول يا فالح، هتمشي البيت ازاي؟ ده غير ان الحاجات اللي انت جايبها دي مش هتكفي تمن الشهر. تمن الشهر؟ انتوا اساسا اللي بتستهلكوا خامات كتير جدا وانتوا بتطبخوا. انا بقى هفرجكوا اما اطبخ انا، ها هوفر ازاي. انا الاسبوع ده هعمله نموذج نموذج، انتوا بعد كده تمشوا عليه. قشطه قشطه. مش ممكن يا جماعه، ده سحب مننا كل الصلاحيات. انا حاسه كده في حاجه غريبه بتحصل جوايا، انا حاسه ان غريزه الانوثه هتضمر جوايا. لعلمك بقى، كل اللي بيحصل ده عشان مصلحتنا، عشان يعرف احنا كنا شايلينه طول السنين دي ازاي. ده ناوي يقرط علينا واحنا مش واخدين على كده. خلاص يا جماعه، ما نحاول نتكلم معاه ونقنعه او نتاسف له ونقول له ان احنا مش هنعمل كده تاني. بس للاسف وقت الاسف عدى واذف. يا نساء، لا تراجع ولا استسلام. يعني ايه؟ وقت الحرب ابتدى يا ماما، لازم كلنا نجتمع ونتكاتف مع بعض وننسى كل خلافاتنا الشخصيه. يا حبيبتي، بس على الله بقى الحرب اللي بتقولي عليها دي تخلص على خير. ماما، هو احنا ممكن نتعور في الحرب دي؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، مش ممكن نتعور، بس احتمال كبير قوي نجوع. لا مش هنجوع، ما تضعفيش، احتمال كبير جدا هو اللي بطنه تزقزق من الجوع. هو فاكر العيش اكل وشرب وبس؟ لا طبعا، في معارك جانبيه كتير، ده غير الحرب النفسيه الاهليه اللي هنعلنها عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. بص يا رمزي، انا ناوي اعمل عليهم حصار اقتصادي، لازم افهمهم ان القرش ما بيجيش بالساهل. بس انا خايف، دول كتير، هم 6 وانت واحد بس، يعني المعركه لو قامت يا معلم هتاخد طلطش للصبح، او احتمال ياخدوك اسير ويربطوك في انبوبه البوتاجاز. انبوبه البوتاجاز؟ ليه؟ بس عادي،
احنا رجاله وهم شويه حريم مش هيقدروا علينا. انا ممكن اوقفهم كلهم صف واحد كده اهو واقوم شاخط فيهم شخطه جامده اجيبهم على الارض. نايم مش هنقدر عليهم. دولا انا ملاحظ انك بتتكلم بصيغه الجمع يعني. طبعا على اساس ان انت معايا يا رمزي. ايوه دولا بس دولا الكتر تغلب الشجاعه. دولا وهم كتير عليك وانت ما معكش رجاله. مش رجاله؟ انت ايه؟ لا دولا انا راجل طبعا بس انا هستفيد ايه؟ انت بتدور على الاستفاده، بتدور على المكسب المادي، بتدور على الغنايم بتاعه الحرب. لا خالص يا دولا انا هستفيد ايه؟ رمزي انا هستخدمك معايا كدرع بشري. انا طول عمري دراعك اليمين يا دولا. هنخش الحرب وهنعافر وهنلابط وهننتصر وهنعلق العلم في ارضيه المطبخ. انت بتبص على ايه؟ على العلم. الأنباء سقوط 2 كيلو طماطم في الزبالة مع تدمير شفشق خلاط بلاستيكي. طب في خسائر في الأرواح؟ أكيد هيحصل بعد الأكل. طب بصوا بقى أنا عندي فكرة جهنمية، إحنا نبعت حد من عندنا للمعسكر بتاعهم ونشوف هما بيهببوا إيه. أوكي. طب افرضي أثروها واستخدموا معاها أساليب تعذيب فاشية عشان تقر وتعترف وقرت. إيه ده؟ بتتكلم عن جستابو دي؟ أنتِ بتبلبلي حاجة قبل ما تنامي؟ حبوب مهدئة دراماتيكية. طب ممكن تديني حاجة منها عشان أعرف أستحملك؟ أنا هروح بنفسي يا جماعة وصيتكم العيال، ولو اتأخرت بلغوا البوليس. أنا مش هتأخر. ها عسكر يا رمزيك يا فندم. دور نفسك مكتب نايم أثناء العمل. أدولة بقى، هو الجيش ده مفهوش عسكري غير يا عم. الجيش اللي كل الدفعة فيه واخدة إعفة ده. هوب الحق. راح فين؟ ممنوع الاقتراب او التصوير. استهبلي ولا ايه؟ ايه اللي جايبك هنا؟ اكيد خفت وقلقت. ابدا انا لا قلقت ولا حاجه، انا جاي اشرب. اشربي اشربي ياما هتشربوا من نار الهزيمه. اشربي. دول الستات اصلا ما لهمش جيش، هيشربوا ايه يا ابني؟ ولا ليهم مطبخ ولا ليهم في اي حته. بتتجسسي علينا وعامله فيها رأفة الهجان. ممنوع لا اقتراب او تصوير. انا قلت بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. تقعدي على الحيطه على اساس ان انت بورس ولا ايه؟ يا اتكل على الله. عسكر رمزيك يا فندم اجمع هنا بالخطه السريعه. يا فندم عسكر رمزيك يا فندم. يا واد سنة دي تضحك عليك. لا يستحيل يا دولة. لا يستحيل. يا نهار اسود، انا حظي ان اغبى عسكري في العالم يبقى معايا انا. عسكري رمزي، انا عارف كويس قوي ان السنة دي لو لبست لك بس الشبشب ابو صباع ممكن تضحك عليك. كله الا الاخوان يا فندم. عسكري رمزي هندخل دلوقتي على الحلو. تمام يا فندم. لا طبعا بما ان الطبق الرئيسي هو تورلي فوضع طبيعي ان الحلو يبقى عسكر رمزي. ايه يا فندم؟ افتح الباب الخضرا سريع. تمام يا فندم. تعالوا يا فندم. خليه يدخل بسرعه. لبن لبن ساعات البيت بكام ده؟ ب10 جنيه. ايه ب10 جنيه؟ ليه؟ لبن عصفور معقم يا بيه. هو تسعيرته كده. عندي لبن مغشوش الكيلو بجنيه ونص. اوزن يا فندم. فندم تمام يا فندم. انا من رايي يا فندم نشتري من المغشوش ده علشان المخزون الاستراتيجي بتاعنا قرب يخلص يا فندم. لا يا رمزي، ما لازم نخوض الحرب دي بشرف. يعني نعمل ايه يا فندم؟ يعني ناخد 2 كيلو من المغشوش وخليه يزود الميه.
ازاي ده حصل؟ ازاي ازاي؟ احنا اتخذنا غدر يا رمزي، اتخذنا غدر. في حد على الفرن على الاكل. انا قلت لك ونبهتك لكن ما سمعتش كلامي. كل المعلومات اللي في الكتب بتاكد كلامي. في حد على النار على الطبخه قبل ما تخرج من الفرن. حرقوها وهي لسه في الصينيه يا دولا. لكن انت دايما كنت بتطمني. اقول لك دي اتحرقت، تقول لي لا دي مقرمشه. اقول لك كانت شامم ريحه شياط، تقول لي اهبل دي بهارات. بحاول اطمن نفسي، بحاول اطمن نفسي. طب والحل؟ الحل الحل اكيد في حل، اكيد في حل. بص احنا هنجيب اكل جاهز من بره لغايه اما نعيد صفوفنا من تاني. ايوه يا فندم، بس كده الفلوس بتطير يا فندم. مش اشكال الفلوس تطير، المهم واضح انا ما يطيرش. انا مش هستسلم للهزيمه يا رمزي. احب فيك روح الاستبقاء. عسكري رمزي. ايوه دولا يا فندم. عسكري رمزي روح هات اكل من بره، انا اكل جاهز. ولما اثار الهزيمه اللي هنا، لم الاكل اللي اتحرق وارميه، احرقه اتصرف فيه. عسكري رمزي تماسك يا عسكري تماسك، احنا مش اول ناس تتهزم. يا ما ناس اتهزموا 6-1 و4-0. اظن بعد الانجاز العظيم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، مفيش واحده فيكم هتقدر تفتح بقها. مش لما ندوق الاول؟ هتدوقي دلوقتي وهتعرفي وتتاكدي بنفسك. رمزي قعدوا يا فندم. تعالى يلا معايا بسرعه نفتح البوفيه. الاكل حلو قوي يا بابا. ايه رايك؟ تسلم ايدك يا حبيبي، يعني بجد بجد يا عادل واضح كده ان يعني الاكل مسبك ومشمر ومحمر. تسلم ايدك يا عادل. امال انتوا كنتوا فاكرين ايه؟ ايه يا سناء، مش هتقولي رايك ولا هتكابري برضو؟ انا يا عادل برفع الرايه البيضة. الراجل راجل يا جماعه، عمل اللي عليه وما قصرش. بصراحه يا عادل انا ندمانه ان احنا ما سبلناكش مصروف البيت من زمان، وانت تطبخ وتنظف وتعمل كل حاجه يا حبيبي. تسلم ايدك يا عادل، وقرشك من هنا ورايح انت المسؤول عنه، لا امك ولا اختك ولا مراتك ولا اي حد. اقعدوا اتفضلوا، اضربوا اضربوا اضربوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دستور. الله 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 الله، عمال تقول لي سلف لي عشان اكلهم في البيت؟ دول جعانين عايشين على البقسماط والجبنه القريش. واخيرا ظبطتك مع المحمر والمشمر ده، فيه حلو كمان. جرى يا معلم؟ سلف ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ ده انا من كام يوم مسلفه مراتك اللي هي ام ميرفت بصلايه وكوبايه رز. ايوه وانا كمان سلفتها كريم عشان جلدها المقشف ده، كريم كان جاي لي عينه. كريم ايه يا مدام انت وهي وبصلك ايه؟ انا بتكلم على مئات الجنيهات اللي الاستاذ كلهم يقول لي هات هات هات. واخيرا رمزي دخل بكيس الطعام من المطعم الايشي ايشي. معلم ما يصحش الكلام ده، نتفاهم في القهوه نتفاهم في القهوه. مطاعم ايه اللي انت بتتكلم عليها يا معلم؟ في القهوه يا معلم في القهوه. ها بصراحه بقى، ما انت لعبين لي فنجاري وبيجي لك الاكل ابو موتوسيكل. لا علشان تعرف بقى ان انت كذاب وجاي تفتري على عادل ابن عمي. ايوه كده يا رمزي، انا عايز حد يقوي موقفي اخيرا بقى لك لازمه. اتفضل لعلمك بقى يا معلم، انا بنفسي اللي بروح اشتري الاكل الجاهز من المطعم، لا موتوسيكل ولا ديليفر، بشتريه كل يوم علشان يجي هنا ياكلوه. بقى انت يا عادل كنت بتستلف فلوس من المعلم عشان تجيب اكل لبيتك؟ حصل يا مدام. بقى انت يا رمزي كنت كل يوم يا حبيبي تروح تجيب الاكل على موتوسيكل عشان تاكل البيت؟ صح يا مدام، بس مش ديليفري زي ما انت بتكذب. كل حلفائك خانوك يا عادل، واليوم رمزي الحياة.